مليون. نائب وزير، انا مستعد الان اكرس حياتي للوطن، ما ابغى انزل وتغدرون فيني. هذا شف، هذا نائب وزير الداخلي. ابغى شيء اكد لي، ابغى شيء اكد لي. لو جيت بنتحر، لو جار على الهليكوبتر بنتحر، والله بطب، والله بطب، ابغى اطب، والله لا اطب. السلام عليكم. مقطع الاخير ذلون كم وصلتوه؟ 11000 كومنت وفوق 100000 لايك. 100000 لايك، 100000 لايك. كمية التفاعل يا اخوان اسطورية، فعشان كذا عزيزي المشاهد انا راح اقول لك ابشر الله بجراند، لكن لا تنساني من دعمك الطيب. فكرة المقطع جدا بسيطة، راح تفهمها وانت تطالع. انضمت ما فيه الكفاية درجة اني طفشت وقلت لازم اسوي شيء، يا اني اسوي ذا الشيء واغير من نفسي، يا اني اطلع من ذا السيرفر اللي كله عذاب وتعذيب مع الشرطة. مالكم بالطويلة، اتمنى المقطع ينال اعجابكم، تقصروا مع بطك على زر اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت اذا حاب تكتب كومنت، ومع السلامة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا ما تعرف، ديمو 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 ديمو، خذ الموتر وروح جيب احمد تكفى وتعال بسرعة. لا لا ما انت رهين، كلب شلكم الحين، ثلاث رهاين، احنا عندنا واحد تكفي. هذا رهين، ما شاء الله، ما عليكم انت مع ديمو، هذه رهين يا عيال. وش ذا يا عيال؟ هذه رهينة. يلا هذا كيف شايل واحد كذا؟ يشيل يشيل عادي. انا عصابة اصابه. طيب خلاص، طيب خلاص، ما نحتاج لرهينتين، انت اطلع. شنبونك احمد، والله عيب ساعدك اخوي. والله ما تحطون علي رهينه. اقوم واسمع نفسك قدامك الشاعر. نزل 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 معي حشيش. عليه خفايف خفايف خفايف. عطني عطني. تبغى حشيش؟ تبغى حشيش؟ طيب تعال تعال ناصر. عليك ما حد حولنا. ها. والله زبنا زق. والله. لازم تكعب. اي اصبط 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 اصبط، خليني اخش داخل كعب. بس بس. في علامة فلوس هنا وش؟ ما ادري بس معي فلوس. ارعب، شوف الدراهم احمد. فتح شركة. كتبتها؟ معي دراهم، معي دراهم، خليني اسويها. معي مليونين، انا معي مليونين. معي 30 مليون. اوف انت صادق. إيه؟ انا بعطيك من عندي مليون شراكه، بخش شراكه. شراكه ما عندك مشكله، بس ترى نسبتك 40%. لا مو ب 40 حبيبي، دخل براس مالك اكثر من راس مالك بنص. بحط مليون ونص نفس راس مالك. يلا 100%. يلا السواحات المتحده يقطعون من اسم الجامد. 4 5 6 300000. الله يقطع ابليسكم. وخلاها 38 مليون. انزل امسك، بدف لك واحده اتعلم احد. يلا باكر صرخ شاورما لين تخلص. هاك امسك، بسم الله، خلينا نشوف كيف شكلها. طيبه. دفيت دفيت شعر ناصر، دفيت حتى انت. ايوه كوكايين يا ولد، جي الصنف ذا ما ادري كوكايين. ايش صار الحين؟ بط وضعي يعني. أيوة لا ناصر، جي الصنف الطيب ذا. الحقيقه انت. الحين وش المفروض يصير لنا يا عيال؟ خلاص خذينا صاروخين. الحين نفتح مشروع خلاص، نمخمخ على ايوه الحين مخمخ على مشروع السواحات. طيب الان المشروع بيبدا من هنا. بسم الله الرحمن، من هذا؟ تعال شوف. اشوف لكم قاعدين نتوهم. موتر صرف، موتر مصرف، موتر. تعال تعال احمد. يلا 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 يلا، تعال اثنين واقفين انت هنا. تعال 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 تعال، الموتر هنا. ناصر وراك، انا وراك. يا ربي لك الحمد. قفل الموتر، بطل رشاش، بطل رشاش، بطل رشاش. ارفع يدك، ارفع يدك، ارفع يدك. معك فلوس؟ معك فلوس؟ تكلم. لا لا والله ما معي. وش جابك هنا طيب؟ طيب وش جابك هنا؟ افتح شركة. ما شاء الله والله انه مطموخ يا احمد مرة. بالله عليك. الناس 5 مليون. الله يسعد امك. 5 مليون. 5 مليون. ناصر شو وضع الخطفه؟ نخطفه؟ معك فلوس؟ يلا نقول له، يلا نقول له مخطوف ومسحوب جوالك. لا لا لعبه هي، لازم الموتر معنا ومعنا الاسلحه. ناصر ليش ودي؟ ودي بخطه. ودي اخذ، ودي نشتري سنايبرات ونطلع فوق جبل. عند التفتيش. نطلع فوق مره ونقعد. عند التفتيش. والله والله يا ناصر شو رايك؟ قدام قدام، يلا بروح اسحب زياده. والله ظني قدام العصا، بسرعه اطلع يمين، بسرعه اطلع يمين، يمين 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 مع الطلعه حقت الجبل. سريع طلعنا فوق. اطلع اطلع اطلع، انا ابغى هيجرون. لا لا هذه مو كذا، بندعس احنا. فوق فوق فوق. ايوه من يمين، من يمين، من يمين. ايوه صح عليك، سلام عليك، يا سلام عليك. خذ يمين الحين، خذ يمين، خذ يمين. نبغى نطلع على الشاشه. فطر الموتر.
اصبط الموتر يسار عشان في ناس في ناس وينكم وينكم احنا فوق احنا برا الحدود اوه في سد شوف المناظر الحلوه وين طبيعه نروح كشته ناصر طلع كشته معي صواريخ انا شو صواريخ شاورما وانت باقي معك حتى يزهل ام الحشيش مليان عندي ايش تبون تسوون ايش تبون تسوون رايحين نسوي كشته خذها سير 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 حاول تقلص من كفراته هذا هو قدامي قدامي مبشر مبشر وين شوت عزام في احد ثاني اسبك في الطلقه ولا ما اسبك اي جبته 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 بسرعة بسرعة بوش 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 عليهم بوش عليهم بوش عليهم بيوتون بعض بوش ها دوري 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 كيف الوضع كيف الوضع يا ولد في واحد في واحد وينه 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 في واحد فوق في واحد فوق فوق في واحد فوق 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 تعالوا اركب شوفني شوفني اركب 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 طيب اركب 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 شو 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 فايز 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 ترى خلط بسوي الغاب بسوي الغاب التلويث كيف والله لا خلط امه والله خلطت خلطت ها ابوش عليه ابوش عليه يعطوني كفر راح 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 عليك انا مفلل الارم طعام خلاص راح راح ما ادري ابعد خلنا خلنا نبعد والله يلعن شكلك ايه لا والله ما اخليها لا ون 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 والله ون والله راح 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 خلاص دخلنا دخلنا خلاص دخلنا مدينة وتحدي اي بس لا اموت سلامات 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 مت ويد اسحب عليه يا ود العالم ما ترندر عندي ثوريه هذا 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 خلني اقول له سكر فمك يا رجال لا لا ناصر بننسى الله يستر والله انهم جو ناصر قاعد 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 ما عاد معنا والله ما عاد معنا والله انهم خلطونا انزل 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 والله انهم ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك ثاني ارفع ايدك انزل انزل ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك لا تسوي اي حركه لا تسوي يا ار ار 502 سكر فمك وتعال اركب هنا سكر يا ار 502 يلا يعز ارضك فزعه ذي ولا مين وقف اسمعني يا ار 502 طول ما احنا في الطريق اتمنى تكون مسكر فمك ها اسكت اسكت الخرا بس اقول سكر فمك لا تتكلم كثير شوف يعني يعني يا ليت تسد فمك بس هذا اللي نبغاه اكلبك بس يا محمد وش المخرج يلا وش المخرج هذا كلام ما بسرعه طيب اسمع ها خليني افكر شوي المخرج والله يا ناصر ما هي مخرج ما سجن ما معنى الا السجن يا ولد بعد زي مشبب الحين يا ناصر خلاص اي والله بعد في مشبب ناصر اسوي نفسنا اسوي نفسنا بنات ناصر يلا يلا واحد الحين ابدا انا انت بنت وانا زوجك اوكي لا لا كلنا بنات خلاص يلا واحد اثنين ثلاثه سكر فمك لو سمحت يا 502 انت تسكر فمك ممكن ممكن تودوني مع زوجتي زنزانة الثانية اختك يا ابن الذين مو زوجتي اسمعني اسمعني الخطة كانت كالتالي تدري ايش ان اي واحد يسوي انفلات امني برا الحدود احنا نأدبه يعني احنا زي فرع لكم فرع الشرطة بس برا الحدود احنا نساء اي برا الحدود واي شرطة يجي تذبحه ما شاء الله لا لا يسعد في ارفع قدرك كم في سوء تفاهم ان في واحد الله يصلحه كان سلاحه حاطه اوتوماتيك هو كان يبي يحط عادي بس صار اوتوماتيك وبيطلق طلقه في الجو بس ان السلاح كذا طر وطاح تحت كذا قر قر هذا نفر يجي بعدين قر او جيمس يا عربه نفر يجي بعدين انا خوب بعدين هو قر انا على طول روز واك بعدين يجي شرطه شرطه يجي بعدين هو طريق سكر بعدين وين قر بعدين وارو فوق صار اللي صار والحمد لله يعني ايش نسوي احنا ما في وانت يا الحبيب انا ما سويت شيء عندك كلام تبي تقول اني شايف قاعد تطلق علي انا فتشني اذا لقيت معي سلاح قص قروني تعال وقف على الجدار فتشني فتشني انا ترى مالي دخل انا جيت لقيتهم يطقون بعض ثواني 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 اولا انت معك اموال قذره مين قال ما يقارب 256 الف والله انه مطموخ يا احمد مره بالله عليك واحد كيف عرفت ما قدر؟ معك حشيش حبة معي ايش؟ معك حشيش حبة حشيش؟ ايه والعياذ بالله متى صار الكلام هذا؟ يمكن حشيش انا كنت اكل حشيش من الارض ودخلت واحدة في جيبي ايه لان ثور شوف ثور شكلك كنت تحسبني عند قرون ياكل حشيش انا كنت اتمشى في حديقة ايوه والمث هذا
في مثل يمكننا من اللي جنبنا. السلام عليكم ورحمة الله. سجل دخل الشاعر الشواشي تملك مشاعل بالرشاشي لعنة بالر يا اخوان. أيوة سلامات عندي يا اخوان، هذول خلوهم عندي ما شاء الله. خلوهم بس بمسك حالتهم من عندي يا حضرة العريف. يا حضرة شرطي ايوه اطلع وخليك تسكر فمك لا عاد تدخل. يلا اطلع برا ها لا شوف وجهك اسمع يلا من الناس. خلاص خلاص ما عليك منهم، خلهم عندي الله يعطيك العافيه شكرا لك. لا لا بس ثواني هذا يقل ادابك انه. لا 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 ما اكلمك ما اكلمك مو بنت مو بنت قاعد اكلم اللي في الغرفه الثانيه هذا هذا اللي غرفه الغرفه الثانيه اللي اسمه ارقم 102. يلا يا جزمه خلاص يعطيك العافيه. طب برا يلا برا برا. لا 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 ما لا تكلم اكلم 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 اللي هناك يا جندي. وقف انا بوقف برا يا جندي. ايه وانت مسكر فمك ها؟ قفل فمك يا نعال. لا يلعن ام الغبنة. ابو فايز ارحب ارحب الله يبقى ابو فايز ارحب يا شباب. اسمعوا يا شباب حضرة العريف والله ما تقعدون دقيقة. الله يعز ربك قوم طلعني. كيف صرت شرطي كيف؟ بالله خلوني اصير ممنوع حق هليكوبتر. قلنا بالمحامي وينه؟ يا ولد ايش محامي؟ مرقبنا يا ابو فايز طلعنا. يا عيال والله تطلعون بدون محامي بس اسكتوا شوي. اثنين اطلع برا وسكر فمك. ايه لا 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 ابو فايز انا في وجهك. ابو فايز ابو فايز انا في وجهك انا في وجهك. لا لا هذا هذا شوي هذا لا 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 تدغدغ هذا هذا اطلع برا اطلع برا وقفل فمك ها؟ تعال تعال باخذ غرفة التحقيق فوق يا حضرة الشرطي. يلا احقق معه في كذا. اتوقع اني انا وياه يكفي يعني انا ما ادري. امرهم عندي الله يعطيك العافيه. ما نزلي 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 معك ار بي جي ولا نووي؟ كمان تاجر مخدرات. وينه عد وينه سعد سعد يا عسكري شعل المطري سعد سعد ماسكه واحد مخاف عليه. لا يا عسكري اركب معنا نروح نكعال اجازه. يا عسكري يا عسكري يا عسكري كيف اركب معنا تعال. هذا عسكري عندنا حشيش ما شاء الله عليه حشيش طبي 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 طبي. ايش في امكم حق شعر؟ لا 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 ناس 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 يسعد امك والسواق الزق الله يلعن شكلك. اوكي والله لو تدخل سجن يا ناصر راعي الدباب راعي الدباب. يا اخي ما سويت شيء ما سويت شيء. تعال الحين انت تكهربني كل ما شفتني. الله يكسر ماوسك الله يكسره. خلك وقف وقف ما سويت شيء والله ما سويت شيء. لا تكلبشوني يا العريف. يا مواطن انت زين ما تكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل معك الشرطه. الحين ممكن اعرف انا ليش يا بابا نزلني بابا خلاص اح خلاص جدولين على ظهري الصغار في السيارة جاي وناصر سحب علي الزبال. انا جيتك ذبحت الشرطة اللي كان يلحقك وجيتك الله داخل السيارة قهرني. يا سعد يلحق شبابيك وجالس يا سعد قاعد يلحقني ما سويت شيء قاعد يلحقني اشغل امي صد هو حاط سلاح بفمي قاعد يقول كذا وانا قاعد اقول كذا. طيب والله ما بعنا اقسم بالله ما بعنا. بعطيك جالكسي تطلعني. السلام عليكم. ما شاء الله سلام يا مواطن ما شاء الله. ممنوع تدخل هنا. ابتدائي ابتدائي مو بسجن. عز الله انهم بيسجنوا اني مؤبد ولا بند. ممكن اروح صف ثاني باء. انا مننا عمليات اوكي اوكي وزبن. تعال تعال ناصر بذبح الشرطي ذا الصغير اللي عندك. انا ذبحت الشرطي اللي اسمه يصور كله بسبتك. المشكله دي صارت كلها بسبتك. تعليك لسجن. طب عادي اتفل عليك. تبي تتفل عليك؟ اسكت بس بتفل. السلام عليكم شباب ممكن نتعرف؟ عليكم السلام ممكن نتعرف؟ قلبي تجرب. حياك الله بعد راس. تعال تعال انت بحمايتي طول عمرك راح تصير بحمايتي. كف والله وين انت شو اسمك انت؟ انت زواسكا؟ انا النقا انا النقا اللي قدامك باسكا. هذا الصقر معكم؟ ايه لا لا اخر اقول لك. شكلكم اقوياء. خلاص انا بصير معكم. حياك الله. يلا تبون اعطيكم حشيش؟ لعبتها الحشيش لعبتها. ابغى فلوس معاك تعطيني فلوس حبيبي فلوس ما تسوي شيء حشيش. الله كريم. السلام عليكم يا مواطن ارفع يدك. نبي غران تمت متهمة المكان يا مواطن. يا مواطن مالي دخل مو كل شوي ماسكيني بكلبوش.
يا ليل ام الزق والله اني ما سويت شيء واخروا عني الزقاقة والسيرفر الخايس يا ليل ام القهر ايش ابغى ما بتتحاش من العدالة ليش تحاش والله محامي محامي نزلوني ابغى العب قران ما بكل شيء خش السجن والله احسن طعنوه اللي يطعن 20 دولار يطعن مين؟ يطعنك انت لا انا معك انا بنحشك يا انا بنحشك هذول يستعبطون اذا بتنحشني ليش تسجني من زمان؟ تسجني ليه؟ لا 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 يا عيال يا عيال بنجن قسما بالله اني بانجن ورب الكعبة يسجني بعدها بدقيقة يروح ينحشني طيب ليش تسجن؟ انزل 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 حديقة الله يعطيك العافية والله شكرا لانك لفيت فيني الكرة الارضية ورجعتني شكرا عفوا عفوا والله يعني لو الله ثم انت كان انا ما قدرت اوصل هنا شكرا لك والله اغير ملابسي الحين احمر صح؟ احمد ايش ناصر يا عيال؟ قل فظيع يخلي قرونك تضيع لا ناصر هذا اخر هذا اخرتك عصابه وعصابه يا هذا اخرتك عصابه وعصابه ميت توهم توهم دعسوك لا تعطي في امها وضعيه A few moments later يا حبيبي ايه انت ودك تموت ثاني صح يطعن اطعن اطعن يستاهل اطعن 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 يستاهل ناصر ليش دعسني بالغلط بالغلط والله لا ادعس راسك لا ادعس يا شباب انا كل ما اروح مكان تجي مذبحه انت ليش حافي والله تبي طالع من المسبح لا تدعسني لا لا تدعسني عشان لو قمت انا يمكن تعرف القرون حقتي لا انت جحدت يا الجعري عندك تاريخ اخويك القديم انا والله اني بعتك بريال والله منين جاي منين جاينا هالليله انت منين يا سي شو هذا انت منين جاينا دقنا على اسعاف الوكيلك بنموت شفنا شوي ها صديقي هذا ودو هذا ودو هذا هذا ما يطي هذا ما يطي لا انا ماني مهايطي انا خويك انا قزمان جحد ايه وش يا 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 واسكا هلا هلا ليش ركبت السبك ذا معك؟ هلا تبي نزل وقف 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 ايش تبي تسوي؟ وقف بالله من حضرة المحامي؟ ايه تفضل تفضل معاك ليش قاعد ليش انا تفضل بحضرة المحامي انا بقضية وبيك انت تكون الكفيل بالقضية حضرة الشرطة ما حد يمشيك هلا حضرة الشرطة هلا حضرة المركز الشرطة هلا مركز الشرطة حضرة المركز الشرطة هلا هلا حضرة مركز الشرطة هلا هل كيف تسمعوني اجب؟ انا اسمعك اقول انت لا تسولف مالك شغل لا ارفع عليك قضية عزول عزول يا عزول تمشي وترفع قضايا اتهام اجراء مو لك معك وزير الخارجية والداخلية انت قد الكلام اللي تقوله؟ قد الكلام اللي يقوله انا لا 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 ما سويت شيء ما سويت شيء ها طقيتك عندك دليل؟ طقني صح؟ ما طقيتك السفتي قربان السفتي قربان حق السيارات طيب. حضرة الشرطة حضرة الشرطة معليش والله هلا 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 السلام عليكم حضرة الوزير هلا كيف الحال؟ بخير الحمد لله يا ولد انت اسكت تراك قلقتني والله اسكت عني يا اخوي حضرة الشرطة هلا هلا يا حبيبي سكتوه هذا سكتوه سكتوه هذا حضرة الشرطة هلا امرني حبيبي ما يعمل عليك عدو ابي انا جاي ارفع قضيه على مين على واحد اي سعد والله ما ادري كم دقيقه قل له قل له كم غرامه طلعني بالاستراحه ماشي عندك هنا يا موسى شلون كم غرامه طلعني يعني انا قل له كم اعطيك انا جاي ارفع قضيه طيب كفايه كم الغرامه ليش ترفع قضيه علمني قضيتي يا ولد اقلقتني انت تطلع برا الله يرحم والديك وخر عني انا جاي اسولف مع الشرطه يا ولد طقني طقني شاهد صح ما طقني شاهد انا طقني صح وينه
من الشاهد؟ آخ يا أخي قلبي آخ أخي قلبي آخ يا ويلك من ربي الكذاب يدخل جهنم أخي قلبي آخ الكذاب يدخل جهنم الكذاب يدخل جهنم أخي قلبي يا عيني طقني شرطة شرطة سوي عيني حرك تحذير أول تحذير ثاني ما على اساس احرك حضره الوزير وش على اساس تحرك ازعاج يا ابوي عند حضره الوزير ما كنت ادري ان عندي بنادول اصلا هذا دفني هلا ابوي هلا من هو هذا شاهد. دفني يقول يطلع برا كاني داخل بيت ابوه اعطيتك اياه كله وش قلت الا دفيت الا دفيت دفيته يا مسعف ما توقع ما عندي رفقه ما دفيته والله شاهد رقم 208 شاهد جيب رقم 208 ونشوف اساله يا حضره المواطن من حلف بالله فصدقوه اعذرني والله ما عندك ما حلف وانا ما كذب وانا جاي ارفع قضيه هو اللي دفني هو اللي طقني عندك دليل يا اي انا عندي شاهد لا ما ابي شاهد ابي دليل انا ابي منه تعويض بعد اذنك يا حضره الوزير نواف قل له كم فلوس وهذا في السجن السلام عليكم شاب كنتين ما ادري جبت العيد ابغى اذبل طيب تقول انت ما عندك رخصه صح 5 شهور سجن يا حضرة نائب الوزير اوكي يا ليل العسكري السبك ذا يا عيال بيسجلني 25 شهر يا عيال وعشرين ألف غرام يا حضرة لا تستهبل انت رميني هنا كذا ورايك يا حضرة نائب الوزير يا حبيبي كيف تجمهرت وزير انا ادفع غرام الواحد احمد يا فضيحة انت شو مسوي داخل لا هذا الرجال فتح سيارة بالغلط كان يسوي زحمة قدام المقطع بس اتوقع يعني انه ما عليه شيء يعني قانونيا ما عليه شيء اطلع بسرعة بروح اشتري بيت ضيقة يا عيال طلعني يعني مو ضيقة انا عند المركز ما عندي سيارة بديك بالدباب اصبر دقيقة خليني اخذ انزل دبابي بس لا طلعني يا مو ضيقة ايش فيك يا احمد؟ وزكزك هذا زكزك اعطاني 50,000 والله ما تسلم يا محسن هلا اي طلعت انت اهم شيء خلاص روح انت طلعت الحق ولا ما الحق حدد ترى صوتك يقطع ما اسمعك تسمعني علمني ما فحط الموتر يزحف من نفسه شوف الموية والله يا ذا ما ترقع الو ابعد يا جماعة الخير ابعدوا عشان اعطيه ما اعطيته ترى ما هي بردل بقوم ها كمك انت ولا جنب كمت السلام عليكم هاي كيكرز سلامة انزل بسرعة انا بعدي مشكلة في السطح بعدل الدش وبنزل انزل هي والله ذا جلتش جاني مواطن ما اسمع انزل ما اسمع صوتك بعيد انزل انا في السطح ما اقدر والله السلام عليكم يلعنوا بالمكان الصح يا ويل امي يا سبايدر مان يا ولد انا كنقل جلتشات انا يا شباب انا فوق تبغاني اجيب لك نواف ما اجيب لك اياه ما يمديك تذبحني لا 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 السواق هذا ما شاء الله عليك ما تقدر ما يمديك تطلع يبيلها رجال مسوي ذا يا شكله مسوي حاجة ايه مقلتي يبيلها رجال وانا اخوك رجال تخيل تدري ما قلت مع رشاش يبغى يذبحني اسمه خلنا اجيبك يبغى يذبحني يا حضرة الشرطي يا شرطي يا خايس تحداك تمسكني الشرطي يا معفن لا تغرض يا احمد يا حضرة الشرطي بسرعة يا شرطي انا فوق شوف شوف محسن يا محسن شرطي يا خايس سوي اعلان مواطن يا احمد كيف بعدين اعلان مواطن اكتب لو ما توظفوني معكم شرطة
انتحر، انا في الفندق اللي قدام مركز الشرطة. طيب جاكم؟ ما ايه وين جاني؟ ما جاني. انا جاني. ما جاني انا. خلنا يعني ما تقنصه، خله بيتوظف، خلي النائب وزير والهذول. هذا لا لا بيجي. هو عندكم تشوفونه؟ ايه شو دخل القسم؟ ما لقينا لك وظيفة. بتوظفني ولا لا؟ وظفك انزل انزل. يلا ايه. ابغى نائب الوزير يجي بنفسه يقول الكلام. كذاب والله تو يقول ما لقيت له وظيفة. اما تحتك واحد يبي يطلع وينهم؟ الجنب كله يبي يطلع. هذا جا جا جا. نائب عنده قضية، ثواني. دقيقة. قول له عنده دقيقة وبطب انا بعدها، ما عاد فيها كلام. يا مسلم انزل يا مسلم يا مسلم يا ولد خلاص انتحر انتحر اصبر خلاص اطلع انتحر 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 من عندي اسطورية ما عليك هذا نيرو مو مهم اطب اي طب طب روح جو كل نيرو لا 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 والله جو بينتحر ذاك وين حط الحناب خلاص بطب جاك يا احمد جيب لي كلم مين هذا مين هذا مين هذا مين هو مين هذا مين هذا رئيس المباحث رئيس المباحث يا رئيس المباحث السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته للدرجه هذه حياه المواطن مو مهمه الا الا ليه ما حد يجيني ليه ما حد يجيني لعشر دقائق اتكلم ما حد يعطيني وجه هذا انا جيتك عامر ايش تبغى ابغى توظف كل اللي ابغاه وظيفه بس ما طلبت فلوس ما طلبت ابغى وظيفه وين أكيد. وين قل لي وين بس ابغى وظيفه بالشرطه انا عندي وسطات كل مكان وظيفه بالشرطه خلاص ابشر ولا يهمك بس هذيك تنزل لكم اني ابغى شو بعد انا هي يا عيال يقول ابغى تنزل اول هذا يقول ابغى تنزل اول ابغى تنزل الساعه 30 مليون ابد الوظيفه ابغى الوظيفه بتجيك هذا شوف هذا نائب وزير الداخليه ابغى شيء اكد لي ابغى شيء اكد لي انا وزير الداخليه كيف انا وزير الداخليه الرجال بيطلع طيب كيف مشكله ما عندك مشكله الان وش اللي اكد لي لو بنزل ما بتعتقلوني بتقولون هذا بينتحر مجنون شوف 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 بعطيك لا بعطيك لا لا احنا رجال وقد كلمتنا ما عليك انا سمعت صوت طقعه المواطن انا يا مواطن سم انزل نائب وزير انا مستعد الان اكرس حياتي للوطن ما ابغى انزل وتغدرون فيني ما راح نغدر فيك انزل انزل يا مواطن كلمه رجال يا اخوان لو سمحتوا ما لكم دخل انتوا انا باخذ الكلام من نائب الوزير ما لكم دخل احد يتكلم لو جيت بنتحر لو جرى على الهليكوبتر بنتحر والله بطب والله بطب ابغى اطب والله لا اطب لا تجي يا نائب الوزير لو جيت بطب والله لو تنزل شوي لا اطب ابعد عني لا تجيني لا تجيني لا لا ناخذك لا 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 يجيني لا يجيني ما ابغى وخر لا انا بنزل من طيب نفسي ما احب ابغى انزل من طيب نفسي وخر ما عندك نزله ما عندك طريق تنزل منه الا ما عليك مني انا انزل ابعد يا مواطن سم ذكر الله لا اله الا الله اذا مت ما راح تخدم الوطن مستقبلا انزل كلمه الرداء خلاص انزل يا حضره رئيس المباحث تكفون ترى احبكم تكفون تراني احبكم وبتوظف معكم تكفون لا تغدرون فيني عندك اي مشكله انزل عليك ما يقدرون فيك يا هذا شو بيسمحني قهر عليك ما يقدرون فيك وكلت امري لله كيف حالك اخوي الحمد لله طيب اخوي ما عليك امشي معنا وابشر ما عليك انا توكلت على ربي وباذن الله ما في غد اركب هليكوبتر اول مره في حياتي كم سوق تصرفها يا احمد اذبح لا 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 يا عيال ما اقدر اقاوم هليكوبتر لا تقاوم في نفس الكلام بس انا في وجهك ما تجيني غدوه بالله اضغط لا لا ما عليك لا 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 يا احمد قاعد اتكلم معهم يا اخوي سلم عليك امر تعال انتظار المقابله عشان نسوي معك المقابله ندخل مقابله الحين يا سعد المقابله ابشر تبشر وجنة سعد على السلامه الله يسلمك سعد